مساء الخير. زاهيا بدا وليد المعلم وصبيانه بالأمس في أروقة الأمم المتحدة. يهين أبو الغيط الذي لطالما شبح معه طيلة السنوات الماضية وينفي معرفته ببومبيو بنفس الطريقة العنترية التي مسح سابقا فيها أوروبا عن الخارطة. وربما من يقف على هذا المشهد يدرك أي عقلية هي التي تحكمت بسوريا طيلة العقود الماضية جالبة كل هذا الخراب. منتشيا يهلل المعلم من على منبر الأمم المتحدة: لقد حققنا إنجازا بتشكيل اللجنة الدستورية. يحق للمعلم أن ينتشي، فما حصل إنجاز كبير له ولنظامه ولمشغله في طهران وموسكو، إنجاز ما كان ليتحقق لولا وجود مدعي صفة المعارضة من بقايا المجلس الوطني والمرتزقة في الائتلاف وهيئات التفاوض المرقة. هؤلاء الذين منذ البداية ما وجدوا إلا ليتم امتطاؤهم في كل مرحلة من المجلس الوطني إلى تشكيل الائتلاف مروراً بهيئات التفاوض وصولاً إلى لجنة الدستور. من كان منهم شريفاً ويملك كرامة تم إبعاده، ذاك طردته تركيا وآخر استبعدته الرياض، والبقية اعترضت عليهم قطر وحكمت بإبعادهم. وصار بإمكاننا القول إن من بقي هم حثالة الحثالة من الخونة والمرتزقة، كما يصفهم مواطن سوري غاضب. لم يبق إلا الأشخاص، أشخاص يسعون وراء المناصب ويلهثون وراء الرواتب ليصرفوها على ملذاتهم الشخصية على حساب معاناة السوريين وقتلهم وتهجيرهم. السوريون الذين تقزم هذه المعارضات تطلعاتهم في لجنة دستورية لا هدف من تشكيلها إلا التعمية والتضليل وتضييع الوقت، لتكون الحلقة الأخيرة لشرعنة النظام مجاناً والالتفاف على مطالب الشعب الذي ما زالت دماؤه تراق في الشوارع. ومع هذا الواقع السوري يجد هؤلاء المدعون لصفة المعارضة من ضعاف نفوس أن مشكلة السوريين مع هذا النظام مشكلة دستور، ليقبلوا بلجنة لتبويس الشوارب ويهللوا لها أكثر من النظام نفسه. ولا نعلم هنا إن كان مضحكا أم محزنا، ونحن نسمع نصر الحريري يقول عن اللجنة بأنها انتصار للشعب السوري. يحاول الحريري أن يبيع الوهم للسوريين ويمارس تضليلا مبتذلا، لاهثا وجماعته وراء هذه اللجنة بصحبة منصة موسكو وقائدها الملهم قدري جميل، ومنصة القاهرة وقائدها الممثل الدونجوان جمال سليمان، وشخصيات أنتجتها محاصصات دول آخر همها سوريا والشعب السوري. أما من يطلع على قائمة المجتمع المدني فيجد أن قائمة النظام أكثر اعتدالا من هؤلاء الذين يتبعون بمعظمهم للمخابرات. ومع ذلك ينشر مدعو المعارضة البهجة بعد تنازلهم وفرض موسكو شروطها عليهم منذ البداية، منذ معاذ الخطيب إلى أحمد رمضان والجربة وطعمة والعبدة وجاموس وباقي المرتزقة المولعين بالظهور على المسرح اللاهثين وراء المنصب والرواتب. وسلم التنازلات لم ينتهي، والطامة أن هذه التنازلات بالمجان من دون مقابل أو ثمن، كله على حساب السوريين الذين لم يخرجوا بمظاهرة واحدة منذ بداية الثورة ليطالبوا بتغيير الدستور. السوريين الذين لم تكن مشكلتهم يوما الدستور، ويعرفون أن الدستور في ظل نظام قمعي لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به، طالما أن أصغر عريف في ميليشيا أسد الطائفية يدوسه ويدوس من كتبه. فهل يدرك هؤلاء المدعون لصفة المعارضة أنهم يتنازلون عن إطلاق سراح المعتقلين وعن وقف إطلاق النار وفك الحصار كشرط لبدء التفاوض؟ هل حقق هؤلاء الانتقال السياسي الذي ينص عليه قرار جنيف؟ وهل خرج المعتقلون من سجون بشار الأسد حتى تلهث هذه المعارضة للجلوس معه؟ كيف تبحث هذه المعارضة وضع دستور والسوريون مشردون وسجون مليئة وأجهزة الأمن تسيطر على كل شيء؟ ألا يبعث الإعلان عن تشكيل هيئة دستور على السخرية والاستهزاء؟
كيف لمن أوكلت إليهم مهمة التفاوض بإرادة غير سورية وفشلوا في التفاهم مع النظام على أي مطلب من مطالب الشعب السوري أن ينتقلوا إلى التفاوض على دستور لوطن يتحكم به المحتل الأجنبي مع عصابة النظام؟ لماذا يسوقون فكرة أن لا بديل أمامهم؟ وهل هذه اللجنة ستنتج حلاً؟ أليس أكبر كذبة هي تلك التي يروج لها مدعو المعارضة بأن لا بديل أمامهم؟ ما الذي حققته هذه المعارضة منذ جنيف إلى الآن؟ هل حققت شيئاً غير الخيبات التي لا تعترف بها وتسوقها على أنها إنجازات ونجاحات مثل ما يفعل بشار ومن قبله أبوه في مواقف أخرى خاصة مع إسرائيل؟ إلى متى سيبقى هؤلاء الذين يحسبون أنفسهم على المعارضة يدسون رأسهم بالتراب غير معترفين بتخاذلهم وخيانتهم للشعب السوري؟ ألا يدركون أن الأمر أو الأمور لن تعود إلى الوراء وأن الكلمة للشعب وحده وأن النظام لن يجلب سوى الدمار والقتل والفوضى وأنهم هم المعارضة لا يصلحون لإرادة أو إدارة فرن خبز أو مدرسة وأن الشعب هو الوحيد القادر على التغيير والسودان خير دليل؟ أهلا بكم إلى تفاصيل. يخرج السوريون في الشمال المحرر رفضاً لإعلان تشكيل اللجنة الدستورية باعتبارها خيانة للثورة ودماء مليون ونصف المليون سوري، ويخرج في المقابل ما بات يطلق عليهم السوريون بالخونة ومرتزقة المعارضة ليعلنوا على لسان نصر الحريري أن تشكيل اللجنة يعد انتصاراً، انتصار يعبر عنه وزير خارجية نظام أسد بكونه إنجازاً، فيتفق نظام أسد الذي قتل السوريين مع ما يسمى بهيئة التفاوض التي فرضت على السوريين ضد هذه الحناجر وصرخاتهم. لجنة ودستور بطعم براميل ميليشيا أسد، وفوقها كما يقول متظاهرون وقاحة لشخصيات ما زالت تعرف إعلاميا بالمعارضة والتي سمحت من خلال هذه اللجنة بدفن قرارات جنيف الداعية لوقف القتل وإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين وفك الحصار كشرط للانتقال السياسي لتشكيل اللجنة الدستورية. مر قرابة العامين على مهزلة انطلاق اللجنة وحتى الإعلان عن تشكيلها، عامان استهزأ بها هؤلاء اللاهثون للمناصب ومرتزقة الرواتب بالشعب السوري ودمائه النازفة. سقط القلمون والغوطة الشرقية وشمال حمص وسلمت درعا وهجر مئات الآلاف والحديث عن اللجنة. سقط عمر البشير وشكل الشعب السوداني حكومة وما زالت تماثيل المعارضة تتحدث عن اللجنة. أسقط الشعب الجزائري بوتفليقة ويخوض الشعب التونسي انتخابات حرة وما زالت تلك المعارضة تنفذ ما يطلبه نظام أسد والروس وإيران بكل دقة. أما المفارقة أن ديمستورا تعلم اللغة العربية وأتقنها ثم شاخ في الملف السوري، وجاء جير بيدرسون وما زال الحديث عن اللجنة. يعطيك العافية وأتمنى كثير توفيق. هم الخونة. قبل أشهر خرج السوريون وهم أصحاب القرار والشرعية بمظاهرات تتهم تلك الشخصيات المسمى معارضة بالخونة وحذروهم من الذهاب باسمهم إلى مسلسل أستانة. ضربت تلك المعارضة بمطالب السوريين عرض الحائط مدعي الفهم الأعمق للسياسة لتكون النتيجة بسقوط شمال حماة وجنوب إدلب وأكثر من 1500 قتيل ومئات آلاف النازحين على يد منظمي ذات المسلسل أي الاحتلال الروسي. أما السؤال الذي بات حديث السوريين، من هؤلاء؟ وإلى متى ستبقى تلك الشخصيات مرتدية لأقنعة المعارضة والتفريط بكل ما خرج السوريون لأجله دون أي مقابل أو ثمن؟ كابوس يعيشه السوريون صراحة منذ 8 سنوات يضاف لرعب القصف والتهجير، أي منذ انكشاف ذاك المخطط الذي أراد تدمير ثورة السوريين، فجرت عمليات إقصاء متعمدة لشخصيات أجمع السوريون على صدقهم وثوريتهم بداية من المجلس الوطني إلى إقصاءات متعمدة من الائتلاف إلى آخر غربلة جرت لهيئة التفاوض لترشح أخيرا هذه النوعيات
التي ساهمت وبكل جدارة بتسخيف مطالب السوريين ثم تدميرها إلى إعادة تأهيل بشار وميليشياته. يتم التخطيط له في سوريا. أرحب بضيفي عبر الهاتف من الرياض الدكتور ياسر خميس، عضو اللجنة الدستورية. مرحبا بك معنا دكتور ياسر. بداية الحلقة، لو تعرف كل المشاهدين والمواطنين السوريين بالدرجة الأولى عن نفسك كونهم لا يعلمونك، وبناء على ماذا تم اختيار حضرتك لتكون عضو في اللجنة الدستورية، وما الذي دفعك للموافقة؟ مساء الخير لك أخي أحمد ولمشاهدي أورينت نيوز. مساء النور. الله يسلمك يا رب. طبعا أنا ضمن قائمة المعارضة السورية الخاصة بصياغة الصياغة الدستورية، اللجنة الدستورية عن المعارضة السورية. طبعا هي الترشيحات كافة أعضاء اللجنة هي ممثلة لكافة أطياف الشعب السوري ومن مختلف مكونات هيئة المفاوضات السورية المعروفة لدى جميع المواطنين السوريين. بس؟ نعم. طيب، يعني بناء على ماذا تم اختيارك دكتور ياسر؟ هناك في معايير لاختيار أعضاء اللجنة الدستورية، طبعا باعتبار أن الموضوع هو دستوري وله أبعاد سياسية وله أبعاد اجتماعية وإنسانية واقتصادية إلى آخره. من المضامين التي يرشع عنها الدستور تم هناك وضع مجموعة من المعايير التي لها أطر منهجية ولها أطر قانونية ولها وهناك أيضا معايير تتفق بما ينسجم و القدرة على المساهمة في إعداد دستور سوري يليق بطموحات الشعب السوري الثائر. وما جعلك أن توافق أنك يعني تجد في هذه اللجنة وفي هذه الخطوة حل السوريين ومطالبهم الثورية؟ والله هو بالنسبة لموضوع اللجنة الدستورية هي ليست كل الحل. والقضية السورية لا تحل من خلال اللجنة الدستورية طبعا. المسألة السورية إذن هي مسألة معقدة وذات أبعاد مختلفة، ولكن هناك اتفاقات دولية وهناك مفاهمات وهناك أيضا مطالب للشعب السوري وهناك جهات تتبنى هذه المطالب وهناك يعني هيئة المفاوضات السورية الممثلة للمعارضة السورية هي الممثل والمنادي باسم الشعب السوري الثائر. وبالتالي اللجنة الدستورية هي ليست حل، وإنما هي بداية أو الانطلاقة الأولى للحل السياسي في سوريا، وبالتالي هي البوابة التي يمكن من خلالها العبور إلى آفاق الحل المختلفة في النواحي السياسية وخاصة في الناحية السياسية، باعتبار أن اللجنة الدستورية هي إحدى السلال الأربع المتفق عليها دوليا. يتساءل السوريون يا دكتور ياسر، كيف لكم أن تذهبوا إلى صياغة دستور جديد أو إلى لجنة دستورية ستعدل الدستور السوري قبل أن يطلق سراح المعتقلين، قبل أن تتوقف آلة الحرب والإجرام والقتل ضد السوريين، قبل أن يفك الحصار عن المدن المحاصرة والبلدات ويتم إدخال المساعدات الغذائية ويتم تشكيل هيئة حكم انتقالية وانتخابات حرة وشفافة وديمقراطية بإشراف دولي، ثم يأتي دور اللجنة الدستورية؟ أخي أحمد، موضوع اللجنة الدستورية هي أولاً نحن لم نأتي لنعدل أو نغير لتعديل الدستور السوري الموجود، دستور النظام الذي صدر في عام 2012، وإنما نحن ذاهبون لنمثل ونجسد مضامين ومطالب الشعب السوري المتمثلة في الإفراج عن المعتقلين وعودة المهجرين وكل المطالب التي ينادي فيها الشعب السوري في الحرية وحقوق الإنسان وغيرها من الحقوق التي يطمح إليها الشعب السوري، كل هذه نحملها معنا لنجسدها في كمضامين دستورية في بناء
دستور سوري جديد يليق ويلبي طموحات الشعب السوري. هل طلب السوريون برأيك بتغيير الدستور أم طلبوا بتغيير واقعهم الأمني والمخابراتي وبثورة على هذا النظام بكل كياناته؟ كل هذه المضامين التي تفضلت بها سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الأمنية أو من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية، كل هذه نحن قمنا في اللجنة الدستورية كممثلين للمعارضة السورية، قمنا بصياغة هذه المضامين واتفقنا عليها لنذهب ونقوم بوضعها في صيغة دستورية تلبي طموحات الشعب السوري، وبالتالي نحن لم نذهب لتعديل دستور 2012 وإنما لبناء دستور سوري جديد يلبي طموحات الشعب السوري. هذه المضامين التي تفضلت بها كيف لها أن تتحقق؟ يمكن نحن من خلال اللجنة الدستورية أن ننبري لصياغة هذه المضامين كمضامين دستورية تحقق طموحات الشعب السوري، وبالتالي هذه المضامين الدستورية وبالتالي يجب أن ننظر إليها من مختلف الزوايا، حيث أن النظام السوري بمجرد الانتقال إلى والبدء في أعمال اللجنة الدستورية سوف تكون حكومة بشار الأسد هي عبارة عن حكومة تصريف أعمال. يجب أن نتمتع بمنظور. مين قال لك يا دكتور ياسر هالكلام؟ نعم. مين قال لك؟ أنا أقول لك هذا الكلام بصفتي عضوا في هذه اللجنة. طيب، كيف ترد دكتور ياسر على من يقول أنكم بذهابكم إلى تشكيل دستور جديد ضمن لجنة مكونة ثلثها من المعارضة ولهذا تفصيلاته والثلث من النظام وثلث مجتمع مدني بدرجة أو بأخرى يتبع للنظام، أنكم بهذه الخطوة قد برأتم ساحة النظام، غسلتم أيديه من الدماء، وقد قلتم أنه نظام يتمتع بكافة الشرعية وأنه لم يرتكب أي مجازر، لم يعتقل أحد، لم يهجر نصف الشعب السوري، والدليل على ذلك أنكم جلستم معه على طاولة واحدة وشكلتم دستور جديد للبلاد أو عدلتم الدستور القديم. كيف ترد على هذا الطرح؟ هذا الطرح أردت عليك به قبل قليل، قلت لك أن اللجنة الدستورية هي لا تعني إعادة تشكيل النظام ولا إعادة إصلاحه ولا إعادة ترميمه، وإنما نحن ذاهبون لتجسيد مطالب الشعب السوري التي ينادي بها منذ العام 2011 لنجسدها في بناء دستور سوري جديد يمثل انطلاقة وبداية لحل سياسي للمسألة السورية. يعني يا دكتور ياسر غريبا أسمع من شخص سوري ومعارض هذا الكلام، اسمع كلام روبرت فورد السفير الأمريكي السابق في سوريا، يقول لك وسأقرأ حرفيا ما قاله: إن الدولة الأمنية السورية ستخرق وتنتهك مواد الدستور الذي يمكن أن يكون رائعا على الورق. المشكلة السورية ليست مشكلة دستورية بل إنها مشكلة تتعلق بحكم وسيادة القانون، وروسيا التي هي أيضا يقول دولة بوليسية وأمنية تدرك هذه الحقيقة تمام الإدراك، فهي تفضل الحلول الأمنية المتلفعة بثياب الحلول السياسية. هذا رأي روبرت فورد عن ما يحدث حاليا من موضوع اللجنة الدستورية. كيف لروبرت فورد أن يقول ما يشاء، ولكن نحن السوريون لنا كلمتنا التي سنقولها في هذه اللجنة الدستورية، أننا سنجسد مطالب الشعب السوري بصياغات دستورية تلبي طموحاتهم. فهذا الدستور تعد اللجنة الدستورية هي مستقلة وذات مصداقية ومتوازنة وشاملة. ما شاء الله.
أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا الدكتور ياسر خميس عضو اللجنة الدستورية، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من الرياض. ورحب بضيوف هذه الحلقة أيضا الأستاذ خالد شهاب الدين المستشار القانوني ضيفي عبر الأقمار الصناعية من الريحانية، بالأستاذ بسام جعارة الكاتب الصحفي ضيفي من لندن، وضيفي عبر سكايب من برلين الصحفي مصطفى السيد. مرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل ضيوفي الكرام. طبعا وقت الدكتور ياسر كان ضيق و فضل المشاركة لخمس دقائق فقط، ربما أكثر بقليل بداية الحلقة بناء على طلبه. استمعت أستاذ بسام، أبدأ معك بالحوار، استمعت لما قاله الدكتور ياسر خميس وهو عضو من أعضاء المحسوبين على المعارضة والذين يسمون أنفسهم معارضة في اللجنة الدستورية، ما رأيك؟ يعني أولا اسمح لي أحييك وأحيي ضيوفك الكرام والأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا. ثانيا لم أستمع إلى كل كلام ضيفك، ولكن دعني أنتهي من الجملة التي ختم بها عندما تحدث عن لجنة مستقلة. أستطيع أن أؤكد لك بأن 92-93% من أعضاء اللجنة الدستورية هم من الشبيحة، وأعني ما أقول تماما، وفد النظام هو وفد شبيحة 100% واختاره النظام. الوفد المجتمع المدني نعرفهم اسما اسما، والله يمكن في 4 أو 3 منهم ليسوا شبيحة أيضا. والأهم والأخطر أن ما يسمى بوفد المعارضة أيضا أستطيع أن أؤكد أن 90% منه من الشبيحة. على سبيل المثال، يعني من هو الذي قال أن قدري جميل هو معارض؟ هو يقول علنا أنه مع بشار الأسد، ولكن يعني مثل ما اختاروا الأعضاء هيئة التفاوض في أول مرة اختاروا اللجنة الدستورية أيضا. لا، الأمر لا يتعلق بقدر الجميل فقط، ولكن يتعلق بالجميع. دعني أتجاوز هذه المسألة، وهي أيضا مسألة خطيرة، بمعنى النظام سيكسب التصويت على كل ما يريده من خلال اللجنة الدستورية، ولكنه لا يريد اللجنة الدستورية. روسيا وضعت اللجنة الدستورية لتسرق الحل السياسي. عندما كان الحديث عن أي حكم انتقالي سار الروس وضاجوا وقالوا أن هذا الأمر لن يكون، والآن يريدون أن يغسلوا الدرج من الأسفل إلى الأعلى. بمعنى كان يفترض تشكيل هيئة حكم انتقالي، هذه الهيئة تجري انتخابات ترتب كل أمور، وبعد ذلك يتم وضع الدستور. السؤال المطروح، هل كانت مشكلة سوريا في أي يوم من الأيام مشكلة دستورية؟ كان لنا ملاحظات عديدة على الدستور، منها أن الحزب الحاكم هو السلطة المطلقة وعشرات تفاصيل أخرى، ولكن يعني لو وضعت اليوم أفضل دستور في الدنيا، هذه العصابة الأمنية العسكرية الطائفية تستطيع أن تدوس على الدستور في أي لحظة، وهو لا يعني أي شيء لا على الإطلاق. ولكن كما قلت، روسيا تريد الآن أن تلعب على ورق الدستور لتقول للعالم أنه يعني هو الحل السياسي. السؤال الأهم والمطروح الآن، كيف يقبل هؤلاء الذين يعتقدون أنهم معارضين، أو يقولون أو يحاولون إيهام الشعب السوري أنهم معارضين، كيف يقبلون بالجلوس على طاولة النظام وبيان جنيف يتحدث عن إطلاق سراح المعتقلين، يتحدث عن إعادة اللاجئين، يتحدث هناك أكثر من بند لم يتم تم تجاوزه بشكل مطلق. والمغزي، كيف طيب جاوبنا برأيك يا أستاذ بسام، يتحدث ما الذي يدفع هؤلاء المعارضة أو من يسمون أنفسهم معارضة للنظام السوري بالذهاب إلى اللجنة الدستورية، قافذين على ذلك بكل قرارات، وطبعا 2-2-4-5-4 هو كما يقول البعض سلاح ثمين جدا بيد السوريين، لأنه قرار أممي صادر عن مجلس الأمن الدولي بإجماع كل الدول الأعضاء وكل دول العالم. كيف لهذه المعارضة أو من يسمون أنفسهم بالمعارضة بالقفز على كل بنود هذا القرار ويذهبون لتشكيل لجنة دستورية لتعديل الدستور؟ يعني بعتقد النموذج العراقي هو النموذج الأمثل بالنسبة لهم. عندما دعت أمريكا العملاء تحديدا إلى المشاركة في الحكم، هؤلاء يعتقدون أنهم سيحصلون على مناصب وزارية وبرلمانية وإلى آخره. وأنا بأكد لك تماما، أسوأ واحد فيهم لن يحصل على رئيس بلدية. هذا النظام المافيوي الأمني يحتقر حتى هؤلاء. يعني أنا بدي أعطي أمثلة، اعترض النظام على أسماء مثل سامي الخيمي وتم استبعاده، هل سامي الخيمي معارض
هو ليس معارضا، يعني جرى طرده من بريطانيا عندما كان سفيرا لأنه سفير النظام، ورغم ذلك هو لم يعجب العصابة الأمنية العسكرية الموجودة بدمشق واعترضوا على اسمه كما اعترضوا على أسماء شبيحة آخرين أيضا. طيب. بمعنى آخر ماذا تريد روسيا اليوم؟ سأقول لك بصراحة، إذا كان تشكيل لجنة استغرق سنتين بأكد لك تماما أن وضع الدستور سيستغرق سنوات. بمعنى سيأتي عام 1921 وسيتم انتخاب بشار الأسد رئيسا، وربما يأتي عام 2008 قبل أن نرى ولادة هذا الدستور. أيضا يعني دعني بس فقط أتوقف عند بيدرسون المبعوث الأممي لأقول كيف تجري الأمور. أمس كان يتحدث عن إطلاق سراح أسرى، هناك بضع عشرات أو مئات من الأسرى عند كل طرف من الطرفين المتقاتلين، ولكن هو لا يتحدث عن أكثر من ربع مليون معتقل تم تصفيت عشرات الآلاف منهم. أيضا يعني بيدرسون يتحدث عن انتخابات، عن أي انتخابات؟ يعني بدي أسأل، هل يستطيع أي سوري حر في الداخل أن يشطب على اسم بشار الأسد في انتخابات رئاسية؟ أيضا هذا المجرم الذي تقول كل المنظمات الدولية أنه مجرم حرب، كيف نقبل أصلا أن يكون مرشعا وهو مطلوب أو يفترض أن يكون مطلوب للجنائية الدولية وأن يحكم عليه بالإعدام ألف مرة على الجرائم التي ارتكبها وعصابته؟ اللي بدي أقوله بكل وضوح، هؤلاء الذين يسمون أنفسهم معارضين هم من تحدث عنهم بشار الأسد عندما قال لقد أغرقت المعارضة العسكرية والسياسية بعشرات الموالين. بمعنى آخر هؤلاء لا يمثلون الشعب السوري، ولكن عندما يجري ما يجري سوف يقول العالم لقد تم انتخاب لجنة دستورية وتم تعيينهم وبالتالي هناك تصويت، وهم بالتصويت خسروا كل شيء. طيب. يعني بالتصويت يجب أن يكون هناك 113 موافق من أصل 150. كم يعني كم معارض موجود؟ والله لا يوجد أكثر من 13 معارض. نعم. أنتقل إلى برلين، أرحب بضيفي من هناك بالصحفي مصطفى السيد. أهلا بك معنا أستاذ مصطفى. برأيك إلى أي درجة اليوم أو في هذه اللحظات بعد تشكيل اللجنة الدستورية بشار الأسد فخور وفرح بهذه اللجنة؟ بدك تسأله أنه بدي أسألك رأيك على هالتشكيلة هي وعلى القفض على قرارات قرار الأمم المتحدة 2254، وكأن المشكلة السورية والثورة السورية وكل فترة التسع أو عشر سنوات الماضية مقتصرة على موضوع تعديلات دستورية وما إلى ذلك. أخي الكريم، قدرة الشعب السوري على الصمود أكبر بكثير مما يقدر مما قدرت السلطة، مما قدر حلفاء السلطة، مما قدر من يدعون أو يدعون أنفسهم بأصدقاء الشعب السوري. الشعب السوري أقوى بكثير من اللي عم تتفضلوا وتحكوا عنه، وأفضل وأقوى بكثير من تلخيص المسألة باللجنة الدستورية وتشكيل اللجنة الدستورية، أو كان النظام انتصر أو ما انتصر. يعني بس بدي افهم منك بس عن اي قوة تتحدث يعني يا استاذ مصطفى؟ انا بحكي عن القوة الكاملة بالشعب السوري اللي هي حتى اللحظة قادرة تخلي هاي الناس تطلب بشكل عند يعني اي حصول اي امكانية لاظهار قدرتها على التعبير مع ما يتوانى الشعب السوري عن اظهار قدرته على التعبير. واحد. اثنين، إظهار قدرته على القوة في أنه هو بده الشرعية كاملة للشعب وبده السيادة كاملة للشعب. يعني مشكلة الآن نحن أمام هاي اللجنة الدستورية أنه ما معروف الشرعية تبعها منين جايبتها. يعني لا هي تبرعت وقدمت نفسها ولا حتى يعني أي حدا من الأعضاء المية، ما بدي أقول 150، المية اللي انطرحوا كأعضاء لجنة دستورية ما واحد يعني حط سي في لحضرته،
ولا واحد اجى يعني رغم كل هذا الهجوم اللي من كل اطياف الشعب السوري عليهم، يعني ما استحوا على دمهم وقالوا والله ان احنا انا فلان بمثل المنظومة البشرية الفلانية أو المجموعة المسلحة الفلانية أو الكتلة البشرية الفلانية، عندي مشروع بالدستور الجديد أو عندي رؤية أو عندي مادة تنتين ثلاثة، عندي ملاحظات أساسية أنا بتبنيها وبدي أقدمها باسم الشعب السوري. حتى اللحظة تشكيل هاي اللجنة بالأساس يفتقد إلى الشرعية الشعبية، يفتقد إلى الشرعية السكانية، يفتقد إلى أي عملية يعني اختيار للناس. يعني عندنا 4.5 مليون مسجلين في تركيا، شو اللي بيمنع قوى المعارضة أن تستفتيهم وتأخذ رأيهم؟ عندنا مليون ونص بين سوريا ولبنان، شو اللي بيمنع أنه أنا أعمل تطبيق الكتروني وأعمل ديمقراطية مباشرة على الموبايل؟ البشرية يعني عم تتحرك الآن بشكل كثير عالي جدا لتحقيق أمنها وسلامها ومستقبلها. هاي الأشكال اللي حتى هذا الأشكال المطروحة هي أشكال من القرن 15 يعني للإدارة وللسلطة. الآن مطلوب من السوريين بشكل فعال جميعا، يعني أي روح سلبية أنا ضدها بالمطلق، الروح الإيجابية هي الروح الفاعلة، والروح الإيجابية هي القادرة على أنه تقدم حلول للشعب، سواء بالموقف الأمني من اللحظة الأولى، كل التكتيكات اللي استخدمت العسكرية لحماية المدنيين كانت فاشلة وتمينا مصرين عليها رغم الخسائر والخسائر 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 والانسحابات فيما بعد. يعني الفصائل المسلحة كانت قادرة وهي محاصرة داخل ريف دمشق تتقاتل مع بعضها، تسقط 1000 قتيل بينها، وما كانت قادرة تفتح معركة لأنه طيب. أوامرها من برا. هذول طيب. الناس ما بيمثلوا الشعب السوري أخي الكريم، وهني بيمثلوا المجموعات الاستخباراتية اللي عم تدير، المجموعات المرتزقة اللي عم تتابع وتستمر بعملية قتل نخب الشعب السوري اللي هي رافضة لكل منظومة الحكم اللي كانت موجودة طوال 50 سنة الماضية. طيب أنتقل إلى الريحانية وأرحب بضيفي من جديد من هناك أستاذ خالد شهاب الدين المستشار القانوني. أستاذ خالد، عندما تواجه هؤلاء من يسمون أنفسهم بالمعارضة السورية بأن الذهاب إلى تشكيل لجنة دستورية أو تعديل دستور هو خيانة للثورة السورية، هو خيانة لدماء السوريين، هو خيانة لكل سوري هجر أو اعتقل في سوريا، يقولون لنا ما باليد حيلة، كل أصدقاء الشعب السوري تخلوا عنا، والقرارات الدولية اليوم هي بيد روسيا وبعض الدول الأقليمية، ولا بديل أمامنا سوى الذهاب إلى اللجنة الدستورية التي ينادي بها الروس والنظام وغيرهم كمفتاح كما يقولون للحل في سوريا، كيف ترد؟ مساء الخير لك أستاذ أحمد، للسادة الضيوف، للسادة المشاهدين. اسمح لي أن أوضح بعض الأمور. ضيفك الدكتور ياسر خميس تحدث بثلاث بعض النقاط يجب أن أرد عليها. استمعت لكلامه يعني. تحدث أنهم يمثلون الشعب السوري. تفضل. نعم سمعت كاملا. أولا ادعوا أنهم يمثلون الشعب السوري، وأنا أقول لهم والشعب السوري يسمع، لا يمثلون قطر الدم من شهداء الثورة السورية، لا يمثلون أصغر طفل في الثورة السورية، لأنهم خونة عملاء لا أكثر، خونة عملاء لا أكثر. خرجت المظاهرات في الجمعة الماضية وأسقطتهم وستسقطهم في كل يوم، ستسقطهم، لا يمثلون أحد. لقد تعدوا على إرادة الشعب السوري، وتعدت حتى الأمم المتحدة على حق الشعب السوري في اختيار لجنته الدستورية في ضمن بيئة آمنة مستقرة ضمن أقليم الدولة، تعدت على كل ذلك. أيضا أقول للشعب السوري، هؤلاء هم من سيذهب ليكتب الدستور. انظروا، يقول تحولت حكومة بشار الأسد لحكومة تصريف أعمال. سأله الأستاذ أحمد من قال ذلك، قال أنا أقول لك ذلك، يعني مثل اللي صاح موال قال أعجب فيه يعني. والمعلم على منصة الأمم المتحدة ويهاجم ويقول سنهاجم إدلب
ويقول أن هذه حكومة تصريف أعمال. موضوع اللجنة الدستورية يقولون أنه أمر واقع. الحقيقة هذا الأمر تم العمل عليه من أكثر من 4 سنوات، من السنة واحد مفهوم. عندما تحدث دكتور نصر حريري وقال الملف هو بيد الروس، وبدأ اللقاء معهم وبدأ تقديم أوراق الاعتماد حتى أتوا به رئيس وفد ثم رئيس هيئة، وكان الشرط ليكون رئيس هيئة الموافقة على إشراك بشار الأسد في انتخابات، وهذا كلام أنا مسؤول عنهم. الدكتور نصر والأستاذ أحمد رمضان والعديد من أعضاء الائتلاف قالوا لي، قال لي شخصيا دكتور نصر عندما أردت أن تعديل للبيان وإدخال رحيل بشار الأسد في بداية مرحلة انتقالية، قال اترك البيان كما هو، رفضت وقلت سنضيف الكلمة، وبعدها تمت الاستقالة. أيضا هناك بعض أعضاء اللجنة ومنهم الدكتورة مرح، الأستاذة مرح البقاعي، تقول نحن صقور الثورة السورية في إحدى التغريدات بالأمس. والله يا أستاذ خالد، كان من المفترض السيدة مرح البقاعي أن تكون معنا في هذه الحلقة ولنسألها هذه الأسئلة المشروعة التي يسألها الشارع السوري، لكنها اعتذرت. إضافة خليني بس أوضح لك وللمشاهدين، 30 شخص تواصلنا معهم من المحسوبين على المعارضة أو ممن يؤيدونهم بأفكارهم، لم يقبل أي شخص منهم إضافة لفئة صغيرة، وافقت ثم اعتذرت. ما المخجل في الموضوع أن تظهروا وتقولوا لنا ما الذي تفعلونه وإلى أين تمضون وما هي خططكم ولماذا وافقتم؟ الآن سأشرح لك ما هو المخجل بالدليل القانوني. تفضل. وبما أصدروه من لائحة إجرائية. تفضل. يوم 26 سأشرح كل ذلك، لكن أريد أن أوضح أمر حول التغريدة أنهم صقور الثورة السورية. عندما ذهبنا إلى الرياض 2 وكانت هي ضمن لجنة الصياغة مع منصة موسكو والقاهرة، اجتمعنا ليلا، قالت بالحرف لم نستطع وضع جملة رحيل بشار الأسد في بداية مرحلة انتقالية. مين قال؟ افعلوا ما شئتم غدا، أنا لم أستطع. الدكتور الأستاذة مرح البقاعي هي عضو لجنة صياغة قال لم أستطع. إذن أنت فشلتي، والآن تقول لي نحن صقور الثورة السورية وذاهبة إلى لجنة دستورية. طيب، ما هذه الصفاقة؟ موضوع الأمر الواقعي، من تنازل عن بيان جنيف واحد وتشكيل هيئة حكم انتقالي وفق المادة 9 من بيان جنيف واحد، نحن نعطي مواد قانونية. نعم. نعطي مواد قانونية حرفية. المادة 9 بيان جنيف واحد، فقرة ألف، فقرة ب، فقرة جيم. فقرة ألف، إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية. لن أكمل الفقرة ب من المادة 9، لا بد من تمكين جميع فئات المجتمع مكوناته في الجمهورية العربية السورية المشاركة في عملية حوار وطني، أي مؤتمر وطني بعد هيئة حكم انتقالي، مؤتمر وطني يتم تمثيل كافة مكونات الشعب السوري. هذا المؤتمر يقرر إعادة النظر في النظام الدستوري عبر انتخاب هيئة تأسيسية أو لجنة لإعداد مسودة الدستور لطرحه للاستفتاء، ثم تجري الانتخابات، وكل ذلك ضمن بيئة آمنة مستقرة هادئة ضمن إقليم الدولة السورية. بيان جنيف واحد، أتى القرار 2118 أكساه الصيغة القانونية. القرار 2118 لعام 2013 وقال، أكد وشدد في حاشيته على أن الحل الوحيد في الجمهورية العربية السورية سيكون من خلال عملية سياسية شاملة على أساس بيان جنيف 30 حزيران 2012. ثم أتى القرار 2254 وأكد في الفقرة واحد تأييده لبيان جنيف واحد وبياني فيينا في إطار السعي لكافة التنفيذ الكامل لبيان جنيف واحد. هذا القرار 2254. أتى في الفقرة الرابعة وسلسلة الحل، قال حكم ذا مصداقية، 2 جدولا زمنيا وعملية، ليست لجنة دستورية، عملية لصياغة الدستور، يعني حكم هيئة حكم انتقالي طالما أنه أكد على تنفيذ بيان جنيف كامل في الفقرة واحد، هيئة حكم انتقالي كامل الصحيحة التنفيذية، ثم عليه عملية دستورية. عملية دستورية تشمل الدعوة لمؤتمر وطني عام، تقوم الهيئة الانتقالية بالدعوة لها، المؤتمر الوطني العام يقوم بانتخاب هيئة تأسيسية أو تشكيل لجنة لوضع مسودة الدستور ثم طرحه للاستفتاء، ثم نأتي لانتخابات حرة نزيهة تجري عملا بالدستور الجديد بإشراف أمم المتحدة. كل ذلك طرحته جانبا من ادعى تمثيل الثورة السورية وبدأ يتحدث عن موضوع الواقعية السياسية، وقدم نفسه بكل صراحة لتنفيذ المسار الروسي والحل الروسي. لولا أننا كشفنا موضوع الدستور الروسي في أستانة واحد واعترضنا
بالحرف قال الدكتور نصر بالحرف قال اعتبروه قلب وسنقوم بفتحه ودراسته. الحقيقة كان الهجوم عليه صارخ جدا من عدة شخصيات ويعني شددنا على موضوع تمزيقه ورمه في الأوساخ، إلا أنه من ذاك الوقت سيتم تمرير الحل السياسي وفق دستور روسيا. هذا ما يحصل بكل صراحة. طيب. من يتحدث عن الواقعية السياسية هو من باع القضية، هو من تنازل عن بيان جنيف واحد. الآن أمريكا في مجلس في البرلمان مجلس الشيوخ يطرحون تشريع لتوصيف بشار الأسد مجرم حرب. هذه قوتنا، هذه هي الواقعية السياسية. الآن هناك أكثر من 100 شخصية تم وضعهم على اللائحة السوداء. هناك كتاب تم ترجمته يتحدث عن جرائم بشار الأسد، من ضمن تلك الجرائم 1500 مجزرة موثقة، ما عدا موضوع التعذيب، ما عدا موضوع 335 ضربة كمامية موثقة. هذه هي الواقعية التي يجب التمسك بها. مفهوم أستاذ خالد. أن تكون هناك رجال تمثل الثورة يطلبون موضوع الإجراءات. سنأتي موضوع فشلهم في هذه اللجنة. هذه اللائحة أصدرها السيد الأمين العام للأمم المتحدة حول الإجراءات. طيب المادة الأولى تحدث الدكتور ياسر قال نحن بس بنقاط سريعة أستاذ خالد مشان الوقت بس. بنقاط سريعة، المادة الأولى تقول إما إصلاح دستوري يعني الـ 12 نقطة فقط يضيفوهم للدستور، أو تعديل دستور 2012 أو صياغة دستور جديد، وهذا لم يتم لأن التصويت هو 75%. أيضا موضوع التصويت، لا يمكن لمن يدعي المعارضة تمرير أي قرار يخص الثورة السورية بالمطلق. بالمطلق هناك 10 أشخاص قد يطرحوا فكرة لكن لن تمر. أيضا الموضوع الذي عولوا عليه أنهم سيدرسون موضوع هيئة حكم الانتقالي بالتزامن مع اللجنة الدستورية، هذا قضت عليه المادة 4 عندما قالت ولا تجعل تناول مسألة ما متوقفا على اتفاق حول المسائل الأخرى. يعني لا يستطيع وفد المعارضة أن يقول يجب أن نتفق على موضوع انتقال هيئة حكم انتقالي بالتوازي مع صياغة الدستور. هذا منعهم اللائحة، هذه منعتهم من كل ذلك. إذن اللائحة التنفيذية أيضا لم تضع سقف زمني. طيب. لوضع الدستور. هذه خليني بس تدق الوقت، بدي ارجع شوي لاستاذ بسام يا استاذ خالد، بس انا اسف للمقاطعه بس ما ضل عندي وقت. نعم، هذه اللجنه لتمرير الوقت وصولا للانتخابات. طيب استاذ بسام، ان كانت المعارضه كما تقول حضرتك واضاف لكلامك ايضا الاستاذ خالد قبل قليل، ان كانت عميله على قمرتي، طيب ان كانت عميله ومرتزقه وان كانت منتفعه او موعوده باي مناصب مهما اختلفت التسميات، اين هي المعارضه التي تمثل الشعب الوطني، المعارضة الوطنية، أين هم؟ يعني خليني أقول كلام واضح وصريح. إيه؟ القرار الوطني السوري المستقل سرق منذ اليوم الأول للثورة من خلال تشكيل أول مجلس، المجلس الوطني. وأنا أقول بصراحة على الهواء، أنا أول يوم استقلت من المجلس الوطني. يعني المجلس الوطني والائتلاف، والائتلاف السوري المعارض والائتلاف المعارض لا يوجد تمام. دعني أوضح الصورة. لا يوجد فيهم ولا شخص وطني، معارض وطني يطالب. لا لا لا، أنا ما قلت هيك أبدا. لا أنا كنت عم أقول أمر اعتراضي على المجلس الوطني أني تم تشكيله من قبل دول أو دعني أقول مخابرات عربية وأجنبية. بمعنى القرار الوطني السوري المستقل سرق منذ اليوم الأول. وبعد ذلك أجادوه بتشكيل الائتلاف، وبعد ذلك تم تشكيل هيئة التفاوض. من هو الذي شكل هيئة التفاوض التي جاءت من بعضها اللجنة الدستورية؟ جلس السفير المصري والروسي وغيرهم، جلسوا وقرروا الأسماء التي يريدونها، وكان الأمر واضح منذ اليوم الأول. بمعنى آخر نحن نتحدث الآن عن شعب سوري ولا نستطيع أن نتحدث عن معارضة رسمية سورية. بمعنى آخر حتى لو جاء وفد الائتلاف سوف تجد الشعب السوري يهتف بسقوطه. بمعنى هؤلاء، لا أعني جميع الأسماء، هناك أسماء وطنية ومحترمة وكل شيء، ولكن بالمقابل هناك شبيحة ضمن كل هذه المجالس. ودعني أذكر رندا قسيس وين كانت؟ كانت بالمجلس الوطني وغيرها وغيرها. اللي بدي أقوله الشعب السوري الآن هو الشعب المقاوم اللي حامل بارودة ويدافع عن شرفه وعن أرضه وعن عرضه. هل توقفت روسيا عن القول أنها ستحتل إدلب؟ تتحدث عن حل سياسي. من يريد حلا سياسيا لا يتحدث عن قصف.
أيضا وليد المعلم يقول هذا الكلام بشكل واضح، بمعنى آخر الحل العسكري بلباس حل سياسي. لا يوجد أي حل سياسي. الحل السياسي الحقيقي يعني تفكيك مافيا بشار الأسد وعصابته. ودعني أقول، هم يقولون استطعنا نقل الاجتماعات من دمشق إلى جنيف، والله نقلها إلى جنيف أصبح أخطر. لماذا أخطر؟ في دمشق الأمر واضح، هم عادوا إلى حد الوطن، ولكن في جنيف يريدون أعطاء طابع الشرعية الدولية مع موافقة الأمم المتحدة وموافقة أمريكا وموافقة الاتحاد الأوروبي. وهذا أمر خطير. سرق بيان جنيف وأوني بيان جنيف، والآن نحن أمام حل اخترعته روسيا وأعطته طابع الشرعية الدولية من خلال موافقة الأمم المتحدة وبقية دول العالم. شكرا لك أستاذ بسام جعار. يعني انتهى وقت للأسف في المناطق المحررة. نعم، شكرا لك أستاذ بسام. السوري أن يهيئ بندقيته. بسام جعارة الكاتب الصحفي ضيفي من لندن، شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا. أنتقل من جديد إلى ضيفي من برلين عبر سكايب مصطفى السيد. إن كانت هذه المعارضة فعليا أو من يدعون نفسهم معارضة لا تمثل الشارع السوري ولا واحد بالمليون من مطالب الثورة السورية، ما المطلوب اليوم؟ كيف يمكن إبطال كل هذه اللجنة من قبل السوريين؟ على إبطال السحب مسألة بسيطة سهلة، ما هي صعبة. بإمكان الناس إدلب أنه ينتخبوا فيه هنا بحدود 4 مليون، فينا ينتخبوا هنا لجان ممثلة عنهم. في 3.5 مليون موجودين بتركيا، هن قادرين ينتخبوا لجان تمثلهم. في 1 مليون بألمانيا قادرين ينتخبوا ممثلين لهم. فنحن عاجزين، هاي مشكلة يعني الإدارات اللي عم بتنطح للمعارضة. اللي بده يقدم حلول ليست صعبة الحلول. الآن يعني ضمن تطبيقات الديمقراطية المباشرة اللي المفترض يفكروا فيها الناس اللي عم تحكي الحقيقي. استاذ مصطفى يفكر سامحني، بدي اتفق معك بهالقدر لانه صوت ايضا فيه تشويش غير واضح، لا اسمعك بشكل جيد. في الدقيقه الاخيره ايضا اعطيها للاستاذ خالد شاب الدين المستشار القانوني ضيفي من الريحانيه التركيه. ذات السؤال لك استاذ خالد، ما المطلوب اليوم؟ ما الذي يمكن لكل سوري يقول ان هؤلاء لا يمثلونهم لا من النظام ولا من من يدعون أنهم معارضة؟ ما الذي يمكن أن يفعله سواء في الداخل أو في الخارج؟ على الجميع أن يخرج مظاهرات وأن يصدر بيانات بشكل يومي يطالب فيها بهيئة حكم انتقالي ولا لجنة دستورية المصنعة. مشاركة نظام بشار الأسد في صياغة العقد الاجتماعي الآن سك براءة لمرتكبه من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية. على الشعب السوري أن يدرك، عليه أن يخرج للمطالبة بحقه بإخراج المعتقلين فورا، بإسقاط هذه اللجنة والمطالبة بتنفيذ بيان جنيف، بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، ومنع هذا الوفد الذي يمثل القاتل المجرم من صياغة العقد الاجتماعي، وبالتالي نيله سك براءة من كافة الجرائم التي ارتكبها هو وعصابته المجرمة. هذا أمر خطير على السوريين أن يدركوه وعدم التغافل عنه. عليهم التحرك بشكل يومي للمطالبة بتشكيل هيئة حكم انتقالي وإسقاط اللجنة قبل تشكيل هيئة حكم انتقالي. يجب هيئة حكم انتقالي قبل اللجنة الدستورية. لن تنتج شيء سوى تمرير للوقت وصولا لفرض دستور معين أو تعديل دستور 2018 وإجراء انتخابات شهر فيها بشار الأسد. هذا هو المخطط الروسي، ملهات للمعارضة السورية فقط، هي ملهات، وشارك فيها للأسف من تصدر ومن ادعى تمثيل الثورة السورية. ويعني صلاحي اللائحة الإجرائية تؤكد كل ما قلناه. بالعودة للائحة الإجرائية موادها، كل ما قلناه الحقيقة ثابت بموجب اللائحة الإجرائية. شكرا يعني لك. هناك بعض أعضاء اللجنة الدستورية قالوا ننتظر اللائحة لنعلن استقالتنا، صدرت اللائحة لم يعلن استقالتهم ولا أحد.
أشكرك جزيل الشكر خالد شهاب الدين المستشار القانوني، كنت معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من الريحانية التركية. شكرا للأستاذ مصطفى السيد الصحفي ضيفي عبر سكايب من برلين، وكل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. نلقاكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة. إلى اللقاء.